هلا هاي مش بالكنترول بالكانونيكال فورم. فكي اللي بطلعها هلا كي راح تكون عندي انا عارف الكوفيشنتس تبعت الديزاير بولينوميال وعارف الكوفيشنتس تبعت الاكزيستينج بولينوميال. بدي اطلع منهم كي. كي قلنا بتساوي الفا 3 ماينس اي 3 الفا 2 ماينس اي 2 الفا 1 ماينس اي 1. مش هيك كي رح تطلع معنا؟ لكن ما بصير استعملها مباشره هون لانه الشكل هذا مش في الكنترولبل كانونيكال فور. لازم اعمل عليه ترانسفورميشن. هلا لو كانت في الكنترولبل كانونيكال فورم ايش راح تكون تي سي؟ ايدنتيتي ماتريكس بالضبط. اوكي اذا اوريدي السيستم في الكنترولبل كانونيكال فورم وطلعت له ترانسفورميشن ماتريكس تي سي راح ساوي رح الاقي انه تي سي هي الايدنتيتي ماتريكس. فاهم شو يعني ايدنتيتي ماتريكس؟ يعني لو حاولت اعمل ترانسفورميشن رح يضل السيستم نفسه لانه هو اوريدي بالكنترولبل كانونيكال فورم. تي سي شو بتساوي؟ لو كان عندي انا سيستم اصلا بالكنترولبل كانونيكال فورم اجيت قلت لك حول لي اياه للكنترولبل كانونيكال فورم شو راح تقول لي؟ مش منطق مش هيك؟ لانه هو اصلا فقلت مش مشكله راح اسايرك. ايش بديت تعمل؟ رحت جبت الام والدبليو طلعت الكنترولبيلتي ماتريكس لهذا السيستم وبتقدر تطلع له ام وطلعت دبليو. دبليو راح تكون تيجي من وين؟ راح تيجي من الاكزيستنج بولينوميال وراح ابدا فيها راح اهمل اي 3 وراح ابدا اي 2 اي 1 1 واي 1 1 0 وكذا كذا بتطلعهم. وضربت ام في دبليو. لما تضرب ام في دبليو شو بتلاقي طلع معك تي؟ الايدنتيتي ماتريكس. اوكي ولذلك احنا اذا كان هو اصلا في الكنترولبل كانونيكال فورم لما باجي بطلع هاي ما لهاش معنى اني اضرب فيها لان هي اصلا حتكون ايدنتيتي ماتريكس. طب ولو عملت الترانسبوز تبع الايدنتيتي ماتريكس ما هو نفسه مش هيك؟ ما بتتغير ما في تغير. فاحنا اذا كان السيستم اوريدي بالكنترولبل كانونيكال فورم خلص ما بعمل شيء هون بطلع زي ما عملنا المره الماضيه. بس هلا ما بنقدر هاي مش بالكنترولبل كانونيكال فورم. لو الكنترولبل كانونيكال فورم كان الكوفيشنتس بتكون هون بكون عندي واحد واحد وهدول زيروز مظبوط. هذه واضح انها مش بالكنترول بالكانونيكال فورم. فلانها مش بالكنترول بالكانونيكال فورم لازم اطلع تي سي اللي هي الترانسفورميشن ماتريكس. شو راح تكون الدايمنشنز تبعت الترانسفورميشن ماتريكس؟ الترانسفورميشن ايش لازم تكون الدايمنشنز تبعتها؟ بايش بدي اضربها؟ على ايش راح تعمل اوبريشن؟ على تذكروا قلنا ايه؟ اكس دوت بتساوي A في X زائد B في U. جينا هنا بنعمل ترانسفورميشن هي X بتساوي T في Z مظبوط. وصارت Z بدها تساوي T minus 1 في X مظبوط. الترانسفورميشن هاي على ايش راح تعمل؟ On what what is it going to operate on؟ على X. X ايش الدايمنشنز تبعتها؟ 3 ب 1. اذا هاي ايش لازم تكون؟ لانها بدها تحول لي 3 ب 1 ل 3 ب 1. حتى تحول 3 ب 1 ل 3 ب 1 لازم الروز يكونوا 3 والكولمز يكونوا 3. فالترانسفورميشن ماتريكس هي n باي n ماتريكس. وبتعمل الترانسفورميشن على ستيت فاريبل بتحولهم من 1 ستيت فاريبل للنكست. ما دام السيستم ثيرد اوردر في 3 ستيت فاريبلز اذا x لازم تكون الدايمنشنز تبعتها 3 باي 1 وزد كمان هي ستيت فاريبل جديد بس لازم كمان الدايمنشنز تبعتها تكون 3 باي 1. اوكي كل فاهم هذا الجزء؟